يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: رجل نوى أن يصوم يوم الغد، لكنه في الغد صباحا نسي وأكل وشرب، ثم تذكر ما نوى بالأمس، فهل يصوم إذا ذلك كان اليوم؟ نوى الصيام، نوى الصيام وعقد النية على الصيام ثم أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ومعفو عن الأكل والشرب. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. نعم، انتهت. أحسن الله الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.